الدولة المصرية برضو بتقوم بدور كبير جدا لمساندة الأشقاء في غزة. النهاردة زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مستشفى بئر العبد النموذجي، وده عشان يطمن على مستوى الخدمات المقدمة للمصابين الفلسطينيين اللي جم من غزة، وده في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية، وعشان يطمن على مدى توفر الأدوية والمستلزمات أكياس الدم تزامنا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة ووصول المصابين من الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري. كمان وزير الصحة خلال الجولة قال اتكلم مع المصابين، اطمن عليهم وعلى حالتهم الصحية، وشاف مدى توافر جميع احتياجاتهم، وجه كمان بتقديم كل السبل لدعم الدعم الطبي للمصابين حتى تماثلهم للشفاء ان شاء الله. المصابين والجرحى من الاشقاء الفلسطينيين وجهوا الشكر لمصر وقادتها وشعبها واطقمها الطبية لحسن الاستقبال وتوفير اعلى مستوى من الرعاية الصحية ليهم ولأسرهم، لأنهم الحقيقة بيشهدوا المجزرة بكل معاني الكلمة، يعني مش بس إن هم حصل لهم اللي حصل ده واللي حصل لأهليهم، لا كمان نفسيا كله مدمر طبعا. وإذا كانوا وجهوا لنا الشكر فمصر دايما بتقول لا شكر على واجب، زي ما بنقول دايما ده واجبنا وده دورنا. مصر عمرها ما تخلت عن دورها تجاه اي حد، وبنتمنى ليهم كل الشفاء وتمام العافيه باذن الله، ونتمنى ان الامور يعني تسير في الاتجاه الصحيح، يعني انه الناس تحكم ضميرها الانساني ليس الا